أكيد شفت هذا الكيل. أراد الحج فيجب عليها يأتي بشروطه ومنها وجود التصريح. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا حج إلا بتصريح. والمخالفة مخالفة لولي الأمر، وهذه ديانة، والذي لا يلتزم. والله الكلام كلام مخبرات مش علماء. أين إلى لفو؟ وقبل هذا البيان بيوم واحد تم ترخيص حفل فيما فيه من معصية ربنا سبحانه وتعالى. ما في مشكلة، لأنه أخذ ترخيص من ولي الأمر. مش بس هيك، شوف كيف بدخلوا على الحجاج. يعني يا منطق الباب ما تفتحون؟ احنا في السعودية في البلد الأمين، يخش على السكة. كل هذه بمباركة المشايخ. أي قريش ما عملتها؟ أي لو أبو جهل برجع ليدق بخوانيق ابن سلمان. أبو جهل ما منع القبائل من زيارة بيت الله الحرام. بس بدكوا الصح، الحق عليكم يا حجاج، انتوا أخذتوا الفيزا للسياحة مش للحج. بس نقلب مكة لمتحف وقتها بتحجوا. وفي نفس الوقت هذا الكائن ما شاف اللي بيصير فينا بفلسطين، لأنه ما بيشوف إلا بعين ولي الأمر. بس وقف عندك، هذا لحم مسموم. طب اسمع كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم دور العلماء الربانيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. يعني لما تحتاروا يا مسلمين وانتوا وسط الأزمات والفتن، اللي بياخد ايدكوا لبر الأمان هم العلماء. مثل ما النجوم بتدلك على الاتجاهات شمال ويمين وشرق وغرب، برضو العلماء هم اللي بيدلوك على الطريق الصحيح. وزيدك من الشعر بيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لأنه الأنبياء بياخدوا بإيد البشر من الكفر للإيمان، وهيك العلماء الأصل. بس اليوم اللي بيطلع على الشاشات بيمنع الناس من عبادة الله بالحج للحج للحفلات والرقص، واللي بقول لحمهم مسموم، اسمع شو قال عنهم ابن القيم رحمه الله: إنهم قطاع طرق على أبواب الجنة.